محمد الصوات لك الكلمة. شكرا سالم الحبسي. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة، نرحب بكم في هذه الأمسية التراثية هنا على أرضية ميدان الشحانية بهذا الحضور وبهذا التواجد في انطلاقات هذا المساء وشعارات أصحاب سمو الشيوخ والسعادة المتواجدة في انطلاقات هذا المساء. نتابع مشاهدين الكرام ونسير مع هذه الانطلاقات. وشوطنا السادس تعلن انطلاقة قبل لحظات، شوط يحمل لنا ايضا الاسماء المتواجدة والمنطلقة في منافسات قوية نشهدها في هذا السباق، سباق المؤسس. اسير الى البداية واتابع مشاهدينا متابعينا الكرام البداية والصدارة. هناك تواجد من شعار هجن الشحانية على اول المراكز مع المحيط هنا على البداية والصدارة. الريان هنا أيضا ينطلق بالبداية لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع البداية والصدارة والمحيط يأتينا ثانيا مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات لهجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن أتابع حاتم هنا لهجن الشحانية المنطلق مع ثالث المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري هنا القادم والمنطلق في هذه اللحظات. ولكن من الجانب الآخر أتابع الاسم القادم المتجاوز هناك نحو الصدارة ونحو البداية. وصل الشامخ لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني. من يتجاوز إلى الصدارة؟ من ينطلق إلى البداية في هذه اللحظات؟ خامس الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام. أتابع الأسماء، أتابع الشعارات. هنا الفائز لهجنة الشحانية القادم في هذه اللحظات بمتابعة جابر بن سالم بن فاران هنا مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعين الكرام أعود إلى البداية هناك أتابع الصدارة. الشامخ من يشمخ هنا على البداية على الصدارة لسعادة الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني الثاني هنا مع البداية مع الصدارة. ولكن الله الريان، شوف الأسماء، شوف الهجوم والقادم في هذه اللحظات. هنا الريان لهجن الشحانية بمتابعة أيضا العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن من جاوز، من انطلق بدوره هناك نحو البداية والصدارة. وصل الخليجي لهجن زعبيل، هنا من يجاوز، من ينطلق إلى مقدمة الشوط بمتابعة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هنا من يغير على البداية والصدارة. ولكن أتابع وصل ناهي لهجن الشحانية القادم في هذه اللحظات مع ثاني المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. وهنا حاتم القادم في ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري الذهبي القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. ولكن الفائز لهجن الشحانية يتواجد مشاهدينا الكرام هنا مع رابع المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. مهند هنا خامسا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد وسلطان بن خليفة بن رشيد السويدي هنا مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعين الكرام بدأنا بالاقتراب إلى أسماء القادمة. السرعة بدأت تزيد. الله أعود إلى شعار هجن زحبيل هناك على الصدارة على مقدمة الشوط. الخليجي في هذا أيضا الانطلاق في هذا التحدي. الله يا الخليجي لهجن زحبيل هنا مع البداية. راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد هنا في القيادة في التحدي الأول مع انطلاقة الخليجي على الصدارة والبداية. ولكن ركز وتابع، وصل ناهي هنا مع ثاني المراكز. ناهي قادم هنا مع هذه اللحظات مع لافتة الألف ومئتين. خلاص ما تبقى عن خط النهاية. ولكن شوف النعيري
هنا القادم في هذه اللحظات المنطلق مشاهدين الكرام لهجن الشحانية. وصل المشاغب محمد بن خالد العطية هنا القادم مع هذه اللحظات، ولكن الله الفائز هنا أيضا يصل، الفائز قادم لهجن الشحانية أحد الأسماء اللامعة يتواجد هنا بقيادة الشمل جابر بن سالم بن فاران. ولكن الله الله يا البداية، الله يا الانطلاق، الخليجي على الصدارة، الخليجي على مقدمة الشوط هنا لهجن زعبيل. الله يا بن مراشد ركز وتابع أيضا هذا الانطلاق هذا الأداء. ولكن الله 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 النعيري هنا ينطلق على مقدمة الشوط لهجن الشحانية. الله يا الحوت، الحوت هنا محمد بن خالد العطية هنا القادم المشاغب، ولكن الفائز 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 لهجن الشحانية القادم مع ثاني المراكز. الشمل أيضا يقوده جابر بن سالم بن فاران، ولكن الله النعيري النعيري ثنائية شحانية انطلاقة مشاهدين الكرام لهجن الشحانية. الله على هذا الشعار، الشعار لدعم هنا من يتواجد من ينطلق على البداية، ولكن النعيري الفائز والنعيري النعيري والفائز، ولكن النعيري لهجن الشحانية. الله 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 يا المشاغب المشاغب هنا محمد بن خالد العطية. الله يظفر بناموسي هذا الشوط هنا بشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار، والثاني أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية ثاني المراكز. وصل مشاهدينا الكرام الفائز لهجن الشحانية ثالث المراكز، وصل مشاهدينا الكرام الخليجي لهجن زعبيل رابع المراكز. كان التواجد من الباز أو البارز لهجن العاصفة، وخامس المراكز كان التواجد مشاهدينا الكرام من الواحد لهجن العاصفة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول النعيري إلى خط النهاية، معلن أيضا هذا الفوز، معلن أيضا هذا الانتصار. هنا بالتوقيت الزمني نتابع النعيري المملوك لهجن الشحانية، نتابع أيضا توقيته من خلال الإعادة وقناة ريان في هذه اللحظات. 7:20 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية أيضا للمشاغب محمد بن خالد العطية ثاني المراكز. وصل مشاهدينا الكرام الفائز، من وصل في ثاني المراكز ب7:24.4 من الثانية. نهني أيضا هجن الشحانية، والتهنية للشمل جابر بن سالم بن فاران. ثالثا وصل الخليجي ب7:26 25 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. نهني أيضا هجني زعبيل، والتهني أيضا لراشد بن محمد بن سعيد بن مروش. التهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله ومسعد